مرحبا بكم في قناة كاليفورنيوم تي في، قناتكم المفضلة للتحليلات العسكرية العميقة والتحديثات. اليوم سنغوص مع بعض في موضوع حاسم يعيد تشكيل الحروب الحديثة، أسطول الجزائر الهائل من الطائرات المسيرات الحربية. تابعونا بينما نستعرض القوة والتكنولوجيا والأهمية الاستراتيجية لهذه الطائرات المتقدمة، حيث في السنوات الأخيرة تغيرت ملامح الحروب الحديثة بشكل كبير. التقدم التكنولوجي جلب لنا الطائرات مسيرات قوية أو الطائرات بدون طيار، والتي تقلل من المخاطر على حياة الجنود بينما تعزز القدرات العسكرية. الجزائر مع التزامها القوي بالدفاع الوطني تبنت هذا التحول وبنت أسطولا من الطائرات المسيرة التي تضعها بين أقوى القوات العسكرية في العالم. أعزائي المشاهدين، لقد قسمت الفيديو إلى جزئين. في الجزء الأول سنتحدث عن الطائرات بدون طيار التي تمتلكها القوات الجزائرية، مسلطين الضوء على أنواعها وقدرتها وأهميتها الاستراتيجية. في الجزء الثاني نتناول مناقشة أوسع حول الحرب الحديثة، مشددين على دور التكنولوجيا والتطور التكتيكات الحرب وقوة الجزائر العسكرية في سياق هذه التطورات. دعونا نلقي نظرة أقرب على بعض الطائرات الرئيسية في الترسانة الجزائرية. أولا كاسك ريمبو. لدينا طائرة كاسك ريمبو، وهي طائرة مسيرة متعددة الاستخدامات وفعالة للغاية. تأتي هذه الطائرة بنماذج متعددة وأبرزها CH-4، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع والهجوم مع تكلفة تقارب 4 ملايين دولار للوحدة. يمكن للCH-4 حمل ما يصل إلى 345 كيلوغرام من الحمولة، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة. فترة طيرانها التي تصل إلى 40 ساعة تجعلها حاضرة بالاستمرار في السماء. قدرة CH-4 على تنفيذ مهام طويلة الأمد والهجوم بالذخائر الدقيقة تعزز قدرة الجزائر على مراقبة وحماية حدودها. ثانيا المسيرات ASN 2092. التالي في القائمة لدينا ASN 209، وهي طائرة مسيرة تكتيكية مصممة للاستطلاع والمراقبة في الوقت الفعلي. هذه الطائرة الصينية الصنع تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار لكل وحدة. يمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 10 ساعات، مما يوفر معلومات استخباراتية للقوات الجوية الجزائرية على نطاق واسع. قدرات ASN 209 تجعلها مثالية لمراقبة التحركات الأرضية ودعم العملية التكتيكية، مما يضمن استجابة الجزائر السريعة للتهديدات الناشئة. ثالثا في القائمة لدينا مسيرات CAEG Winglong 2، وهي طائرة أخرى مهمة في أسطول الطائرات المسيرات الجزائرية. تكلفتها حوالي 5 ملايين دولار للوحدة، وهي مصممة للمهام المتوسطة الارتفاع وطويلة الأمد. يمكنها حمل مجموعة متنوعة من الحمولات، بما في ذلك صواريخ جو أرض والقنابل الموجهة بدقة بقدرة حمولة تصل إلى 480 كيلوغرام. أنظمة المراقبة المتقدمة وقدرة الهجوم للوينغلونغ 2 تمكن الجزائر من تنفيذ عملية دقيقة على مسافات طويلة، مما يعزز من نطاقها الاستراتيجي. رابعا في القائمة لدينا دينيل سيكر. طائرة دينيل سيكر من جنوب إفريقيا هي طائرة مسيرة موثوقة ومتعددة الاستخدامات في أسطول الجزائر. تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار لكل وحدة، وهي تتفوق في الاستطلاع والمراقبة وتحديد الأهداف مع مدة طيران تصل إلى 10 ساعات ومدى يصل إلى 250 كيلومتر. فهي أداة قيمة لجمع المعلومات الاستخباراتية. قدرة دينيل سيكر على العمل في البيئات المتنوعة تضمن للجزائر الحفاظ على الوعي بالوضع في جميع أنحاء تضاريسها المتنوعة. خامسا في القائمة لدينا الطائرات الانتحارية الجزائرية. تستخدم الجزائر أيضا طائرات انتحارية والتي صممت لهجمات انتحارية. هذه الطائرات فعالة من حيث التكلفة وفعالية للغاية في تحييد الأهداف العالية القيمة. تستخدم عادة للضربات الدقيقة، حيث تكون الأساليب التقليدية محفوفة بالمخاطر أو غير عملية. توفر الطائرة الانتحارية للجزائر خيارا قويا للقضاء على التهديدات الاستراتيجية بسرعة وحسم. سادسا هنالك طائرات الجزائر 55.
الجزائر 55 هي طائرة مسيرة محلية الصنع تظهر قدرة الجزائر المتزايدة في تصنيع الطائرات بدون طيار، تم تصميمها لمهام الاستطلاع والهجوم مع التركيز على المرونة والقدرة على التكيف في سيناريوهات القتال المختلفة. هذه الطائرات تمثل التزام الجزائر بتطوير تكنولوجيا محلية لدعم احتياجاتها الدفاعية. سابعا في القائمة طائرات مسيرة الجزائر 54. طائرة أخرى محلية الصنع هي الجزائر 54 المخصصة لمهام الاستطلاع التكتيكية. تسليط الضوء على تطويرها يظهر استثمار الجزائر في التكنولوجيا المحلية وتعزيز استقلالها العسكري وقدراتها. رشاقة الجزائر 54 وأنظمة الاستطلاع المتقدمة تجعلها أداة حاسمة للعمليات التكتيكية. ثامنا في القائمة لأقوى المسيرات الجزائرية هنالك طائرات تاي أنكا. طائرة تاي أنكا التركية الصنع هي الطائرة المسيرة متوسطة الارتفاع وطويلة الأمد، تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي للوحدة. تدعم مجموعة واسعة من المهام من الاستطلاع والمراقبة إلى الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارات مع قدرة حمولة تصل إلى 200 كيلوغرام. تعدد استخدامات تاي أنكا وأنظمتها المتقدمة تجعلها أداة قوية في أسطول الطائرات المسيرة الجزائرية. هناك تاسعا في القائمة مسيرات تاي أكسونغار. طائرة قوية أخرى من تركيا هي الطائرة تاي أكسونغار، تكلفتها حوالي 20 مليون دولار أمريكي للوحدة. تم تصميمها لمهام طويلة الأمد ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 750 كيلوغرام، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من الأدوار القتالية والمراقبة. قدرة تاي أكسونغار على تنفيذ مهام طويلة الأمد مع حمولة ثقيلة تعزز القدرات التشغيلية للجزائر. الآن دعونا ننتقل إلى الجزء الثاني وهي قدرة الطائرات وأسعارها. تكمن قوة هذه الطائرات ليس فقط في التكنولوجيا المتقدمة بل أيضا في تعدد استخداماتها. يمكن نشرها لجمع الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والعملية القتالية المباشرة. قدرتها على حمل حمولة مختلفة بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة تجعلها أصولا لا تقدر بثمن في الحروب الحديثة. النقطة الثانية وهي الحروب الحديثة. مع تطور الحروب الحديثة تزداد تركيزه على التكنولوجيا. الطائرات بدون طيار تقلل من المخاطر على حياة البشر بينما توفر قدرات تشغيلية معززة. هذا التحول نحو الطائرات بدون طيار يعكس اتجاها أوسع في الاستراتيجية العسكرية، حيث تكون الدقة والقدرة على التحمل والمعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي هي الأولويات. تاريخيا كانت الحروب تخاض بجيش كبير وضحايا بشرية كبيرة جدا. اليوم يتم التركيز على تقليل تلك الضحايا بينما تزيد الفعالية. تقدم الطائرات بدون طيار وسيلة لتحقيق ذلك عن طريق تنفيذ مهام عالية المخاطر دون تعريض الجنود للخطر. نقطة أخرى وهي قوة الجزائر العسكرية. استثمار الجزائر في هذه الطائرات المسيرة المتقدمة يضعها كقوة عسكرية هائلة. القدرة على تنفيذ عملية المراقبة والضرب بدقة مع تقليل مخاطر تعزز قدرتها الدفاعية والهجومية. هذا التفوق التكنولوجي يضمن بقاء الجزائر يقظة ومستعدة لحماية سيادتها. مع أسطول قوي من الطائرات المسيرة يمكن للجزائر مراقبة حدودها وجمع المعلومات الاستخباراتية عن التهديدات المحتملة والاستجابة بسرعة لأي توغلات. هذا التفوق الاستراتيجي مهم في الحفاظ على الأمن الوطني وإظهار القوات في المنطقة. النقطة الأخيرة أعزائي المشاهدين في الختام، يمثل أسطول الجزائر من الطائرات الحربية خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرتها العسكرية. هذه الطائرات المسيرة لا تعزز الفعالية التشغيلية فحسب بل تعكس أيضا الاتجاه الأوسع نحو الحروب المدفوعة بالتكنولوجيا. من خلال تبني هذه التطورات تضمن الجزائر مكانتها بين أقوى القوات العسكرية في العالم. شكرا أعزائي المشاهدين لمشاهدتكم قناة كيروف العسكرية. إذا أعجبكم هذا الفيديو يرجى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات للبقاء على الاطلاع بأحدث محتوياتنا، وأخبرونا في التعليقات عن المواضيع التي تودون أن نغطيها لاحقا، وتابعونا لمزيد من التحليلات العميقة والتحديثات العسكرية.